أين ستذهب زيادة موازنة الحرس الثوري الإيراني بالضعف أو حتى أكثر من الضعف لهذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ هذه البعض يراها وبعض الدول تراها بأنها بالعكس هي مؤشر تصعيد بشكل كبير وعالي في المنطقة، بدلا من أن نتوجه إلى التهدئة حتى لو تم الاتفاق في فيينا. شوف أحمد، يعني دائما ميزانيات، لو تقرأ الميزانيات لإيران على مدى السنوات تجدها متصاعدة للحرس الثوري الإيراني، وحتى تجري مناقلات يعني من الوزارات الأخرى إلى ميزانية الحرس. الحرس الثوري الإيراني لديه فيلق القدس، لديه تشكيلات، لديه حتى الباسج هو مرتبط فيه، فلديهم مصاريف كبيرة. لا تنسى نقطة، اليوم عندك اليوم بالرغم من العلاقات مع الهند جيدة، فهناك علاقات مضطربة تسمى، اليوم عندك أذربيجان صار في رابع حدود، اليوم الموقف في أفغانستان موقف قلق، يعني لا تستطيع أن إيران تقرأ هذه التحولات. شوف الإيرانيين جدا أذكياء بقراءة ما بعد، يعني على العكس قد نكون احنا كثير عندنا مراكز دراسات ولكن لا تقرا ما بعد، يعني لا تستشرف، فقط تقرا الواقع الحالي. ترى ايران انه الجانب اليوم الجانب الشرقي مالها والشمال الشرقي اكثر خطوره من الجانب الغربي، ولذلك هي تبحث عن تهدئه في الجانب الغربي حتى تستطيع ان تتفرغ الى الجانب الشرقي والشمال الشرقي. لا تنسى هي اليوم تكون مسيطره في المضايق البحريه، وهي تمتلك اليوم يعني حزام ناري منتشر على مدى مثل شجرة عيد الميلاد موجود في غرب آسيا. إذا ما تحتاج أن تكون يعني هذه التعزيزات المالية ليست هي يعني مخصصة إلى غرب آسيا. أنت خلي بالك شيء واحد أحمد، أن مناطق غرب آسيا هي منافذ، أصلا منافذ سوقية وتجارية واقتصادية لإيران، استطاعت من خلالها التعايش مع العقوبات من خلالها، وبالتالي الاضطراب الزايد ليس في مصلحتها، ولكن أعتقد أنها تفكر في يعني بالضبط نقول الجانب الشرقي الشمالي والشمال الشرقي بالنسبة لها، وتجد أنه قد يكون بؤرة يعني قلق وخطر مستقبلي، ولذلك تزيد. ولكن إذا أخذنا نمط الزيادات في الميزانية، فكل سنة الميزانية الإيرانية تزيد بالنسبة للحرس الثوري، لأنه مهام الحرس الثوري تتطور وتكثر يوما بعد يوم. تحويل وضع القوات الأمريكية والتحالف الدولي إلى هذا الوضع، الوضع الاستشاري، هو بسبب أنه تنظيم داعش لا زال يشكل خطرا على الدولة العراقية بأكملها، رغم أنه ضعف كثيرا، إلا أن الحكومة ترى بأننا لا زلنا بحاجة لوجود الاستشاريين ولوجود الدعم اللوجستي المستمر للقوات العراقية. يعني ألا تعتقد أنه لو انتهت الأمور بالانسحاب، عدم وجود دعم لوجستي كافي، الاستفادة من الأمور الاستخبارية التي ممكن أن يحصل عليها العراق، ألا تعتقد بأننا يعني في مشكلة هنا، في ورطة إن وقعنا بهذا السيناريو؟ والله أحمد أنا عندي رأي آخر، يعني هذا الموضوع أجد العراق قادر، ما يحتاج قوات الأمريكية، هذا رأيي أنا شخصيا. يعني العراق عنده جهود جبارة، عنده إمكانيات عالية، عنده خبرة كبيرة، عنده مقدرة عالية، صح معطلة حاليا والناس تنظر إلى الشركات الأجنبية خارج وتحاول أن تستفيد من الخارج، ولكن إذا ترجع إلى القدرة العراقية والخبرات والإمكانيات بإمكان أن يعوض تلك الاستشارة وتلك التأثيرات بشكل منطقي، ونمتلك من القادة والعقليات والقدرات، فقط نعطيهم صلاحية ونعطيهم الدعم، وأنا أعتقد يقدرون يوفقون حتى بمكان القوات الأمريكية. ولكن جميل، ولكن تقديرات قيادة العمليات المشتركة وغيرها عندما جلسوا ليناقشوا هذا الموضوع وجدوا بأنهم لا زالوا بحاجة، على الرغم أنهم كانوا تحت ضغط قرار البرلمان، تحت ضغط الفصائل وضغوطها وغيرها، وعندما طلبوا من الأمريكيين التحول إلى قوات استشارية وافقوا الأمريكيين، سلمونا بعض العتاد وغيرها، سلموهم الكثير من الآليات وغيرها. وأيضا في فترة دونالد ترامب، إذا تذكر معي، في فترة بدايات الانسحاب الأمريكي من القواعد وغيرها ومن قاعدة بلد وطائرات F-16، في حينها كانت هنالك مشكلة أن الحشد الشعبي دخل في معركة لمدة 6 ساعات مع داعش في محافظة صلاح الدين، وسقطوا شهداء بسبب تلك المعركة إذا تذكرت معي الآن، وقالوا في وقتها بسبب أن الطيران أصبح محدودا الأمريكي ولم يعد يعطي المعلومات الكافية للقوات العراقية للتحرك. يعني لا تعتقد هذا مؤشر يعطينا لماذا اتخذت الحكومة العراقية هذا القرار؟
والله احمد يراد الحكومه العراقيه تتخذ قرار شجاع يعني، وبصراحه لانه في تحديد على العراقيين ان لا يعد كالسابق دوله قويه يعني، انا اعتقد هكذا يفكرون يعني. ولكن العراق دوله توازن يعني، دوله وظيفيه. العراق مكانه وظيفي بهذا الشكل يعني. يعني انا قرات تصريح لقائد القوى الجويه العراقيه يعني يطمئن الناس انه يمتلك القدرات ويمتلك القدره، تمتلك القدره غير ان تمتلك القوه، تمتلك القدره، وبالتالي اذا القدره والقوه عندك تستطيع ان تؤسس المقدره اللي هي اتخاذ القرار باستخدام تلك القوه. فانا اعتقد بكل الاحوال يعني نتكلم اليوم عن نحتاج الى خارطه الطريق في العراق، انه كفى خلينا ننبذ مساله انه الصراعات السياسيه والحزبيه والكذا، ونؤسس لدوله. يعني العراق دوله مفروض عليها ان تكون لديها على الاقل جيش دفاعي قوي، على الاقل يكون جيش دفاعي قوي. حتى الحج الشعبي بامكانك تعيد هيكلته بشكل صحيح وترتبه وتنظمه ليكون قوه منضبطه ضمن قوه التاثير يعني للقوات المسلحه العراقيه. العراق بحاجه الى خارطه طريق جديده. انا اعتقد اذا استطاع ان يحسمها بمستوى التخطيط والتدبير دون أدنى شك، دون ما نحتاج الأمريكان، هذا رأيي يعني. لنفترض جدلا لن نحتاج الأمريكان وانسحبوا، ألا تعتقد بأن هذا الأمر يفتح جبهة على القوات التركية الموجودة في العراق، خاصة وأن معسكر زيليكان ضرب أكثر من مرة بالصواريخ من قبل الفصائل، والفصائل تتوعد الأتراك وتعتبرهم محتلين، وهي نوعا ما تساند البككة؟ نعم، شوف، هي المشكلة بتمدد البككة في الداخل العراقي يعني. شمال العراق رغم كردستان تمتلك يعني فصائل قوية مقاتلة ذات خبرة عالية جدا، ولكن تمدد الفككة اللي هي قد تكون أكثر يعني خبرة وقوة ومجالدة من القوة الكردية عندنا في كردستان، تمددها ويعني بالضبط نقول اعتصامها في مناطق عراقية وليس تركية، هي مشكلة كبيرة. أنا أعتقد لابد أن تحل أولا بجلسة سياسية تركية عراقية أولا، حتى نستطيع أن نضع الحدود لمسألة استخدام القوة، وبنفس الوقت تحتاج إلى إعادة ضبط، بالضبط إعادة ضبط تلك المناطق، لأن احنا نعاني من خلل كبير على مستوى الحدود، بدءا من الحدود الشرقية إلى الشمالية إلى الغربية. عندنا مشكلة في الحدود يعني، وفي صفحة الدفاع دائما أنت عندما تؤمن الخارج تولد الأمن وتولد التفاصيل كلها في الداخل، وهذا هو اللي احنا نفتقر له في العراق يعني. احنا المشكلة وضعونا في 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 خانة بس محاكمة مكافحة الإرهاب، ولكن صفحة الدفاع ليس هي فقط مكافحة الإرهاب، هي سلامة الحدود وأمن الدولة والحدود السياسية وكثير من المحددات التي تتعامل معها أنت. وهنا يراد لنا يعني مسألة إدارة صحيحة، إدارة في الدولة صحيحة للتهديدات. يعني لما نتكلم عن قائمة تهديدات للعراق يجب أن تضع لها أسبقيات وأولويات وتعالج حسب الأسبقيات اللي هو أكثر خطرا عليه. وإحنا للأسف يعني حتى الآن نحتاج، قلت لك مرة ثانية، إلى خارطة الطريق لضبط القوة وإعادة ترتيبها، وبنفس الوقت التنسيق والترتيب حتى داعش تستطيع أن تقضي عليها بشكل كبير. إذا أخذنا بنظر الاعتبار بإمكانك تفتح خارطة طريق سياسية اجتماعية عسكرية أمنية متداخلة تجمع العراقيين على قرار واحد.